قرارات عدة اتخذتها وزارة الصحة والبيئة في اجتماع عقد بين وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية في خصوص تطورات كورونا والإجراءات المتخذة، منها تفعيل المستشفيات المتوقفة عن العمل والتأكيد على عزل المصابين من المستشفيات إلى مراكز الحجر وتوفير أجهزة للفحص ومختبرات لتجاوز الأزمة في الأيام المقبلة. اليوم اطلعنا السادة أعضاء مجلس النواب في لجنة الصحة والبيئة على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من خلال زيادة عدد الأسرة والمراكز التخصصية وعزل المستشفيات العامة عن مستشفيات كورونا ومراكز كورونا، توفير أكثر من 4000 جهاز تنفس اصطناعي، توفير أكثر من 50 مختبر متخصص، توفير أجهزة متخصصة في مجال التشخيص وفحوصات مختبرية مخصصة لمرضى كورونا. كما وتناول الاجتماع خريجي كليات العلوم لإتاحة فرصة التعيين ل 25% منهم عن طريق الحذف والاستحداث بعد إقرار الموازنة، إضافة إلى الحديث عن العلاج الروسي، حيث أكد وزير الصحة أن العراق سيكون من أوائل المستوردين وسيوزع بنسبة 20% على المصابين. بقانون 6 والتعديل الثالث لقانون 6 سنة 2000 خريجي كليات العلوم الذين سيشملون بنسبة 25% من درجات الحذف والاستحداث، وكذلك بالنسبة إلى تحديد نسبة من درجات وزارة الصحة، وسيتم مباشرتهم فورا بإذن الله بعد إقرار الموازنة. موضوع تعيين الأطباء وتعيين هذه الكوادر الساندة وخريجي كليات العلوم والجهود أيضا التي بذلها السيد الوزير لاستحصال الموافقات الحكومية سواء مجلس الوزراء أو وزارة المالية لإنجاز تعيين أبنائنا لرفد مؤسساتنا الصحية. تعايش مع الوباء ورفع حظر التجوال بالكامل لتبقى المسؤولية التكاملية على المواطن من التزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، هذا ما نصحت به الجهات الصحية في مؤتمرها للحفاظ على سلامة المواطن من التغييرات المناخية المقبلة. قناة الرشيد، عمار غسان، بغداد.